مرحبا وقدو كيما راكم وقدو كيما راكم. السلام عليكم، رانا امام المتحف هنا في القاهرة مع الجزائريين والجزائريات. وقدو كيما فوالا، صافي بليزير كي نشوفوا عائلة جزائريين هنايا ما شاء الله، صافي بليزير والله، حاجة اللي تفرح ما شاء الله. فوالا كيف تشوفوا، فوالا إن شاء الله هذيك المبليحة. ان شاء الله نجيبوا الحيران. ان شاء الله ان شاء الله. وشفتوا هنايا رانا في البلاصه اسمها التحرير، هنا اللي بدات الثوره المصريه هنايا. ان شاء الله نربحوا عليها. ان شاء الله ان شاء الله، الله يحفظكم يعطيكم الصحه. والله صافي بليزير. ميرسي افو سي، والله يحفظكم يعطيكم الصحه، شكرا لكم. اي بون فيزيت في المتحف هنايا. بيان سور افيك بليزير. مرحناش نشوفوا خلاص في الميديا. راني هنايا رانا اجو داروا لي مقاطعه اعلاميه بصح رانا هنا، الله يحفظكم. ميرسي افو، الله يحفظكم. فوالا صافي بليزير مع لي جون، ولكن معاك هيا بسم الله. فوالا دوكا دوكا. صحيت صحيت، الله يحفظكم. هيا نديرو فيه رحبة بالي، هيا نديرو فيه رحبة، هيا بسم الله. ها، واش تقول الشعب الجزائري اليوم؟ واش تقول له؟ السلام عليكم. يعطيك الصحة، وراك فرحان باللي ربحنا البارح؟ باينه. زيد زيد، بين لهم باللي راك فرحان، يا بين لهم. كيما بغيت. 1 2 3 فيفا لا فيفا. تعرف بيك لي زوم يا. الله يحفظك، بارك الله فيكم، شكرا لكم، يبارك فيكم. فوالا صافي بليزير، دوك رانا امام المتحف في القاهرة، وهذا المتحف جاي حد ساحة التحرير، يعني لا بلاس دو لا ريفولوسيون، هي البريد المركزي تاع الجزائر. فوالا حنا اللي كل شيء بدا هنايا، دوك بدات في تونس ومن بعد في مصر، وعلى بالكم باللي من بعد صراو انتخابات وسي مرسي ربح بالطريقه الديمقراطيه، ومن بعد واش داروا له؟ داروا له انقلاب، يعني كيما راهم يديروا في البلاد دوكا، يعني نفس الشيء. رانا نشوفوا باللي في البدايه الشعب يفيق يفطن بالطريقه سلميه قانونيه ديمقراطيه حضاريه، ومن بعد يكونوا الانتخابات، وكي يشوفوا باللي الرئيس ما يعجبهمش واش يديروا؟ يديروا له انقلاب، انقلاب عسكري كيما داروا هنايا في مصر مع السيسي، اللي دار انقلاب على مرسي مسكين، ومن بعد شفتوا بعينيكم اللي قتلوه اون ديريكت على المباشر في المحكمة المصرية. يعني هنا تشوفوا باللي هذو البلدان تاعنا ما يبغوش الديمقراطية، يخافوا من الديمقراطية. الشعب كيخير الرئيس، هذا هذه إرادة الشعب، سي لا فولونتي دو بوبل، يفو ريسبكتي لا فولونتي دو بوبل. لو كان هذا الرئيس ما عجبكمش معليش، كل 5 سنين بدلوا، بصح الشعب هو اللي بدل، ماشي العسكر بالقوة العسكرية. هذه ماشي ديمقراطية، هذه يسموها ديكتاتورية. دونك هنا كلشي بدا هنايا. فوالا هذه هي ساحة التحرير، لا بلاس دو لا ريفوليسيون، كيما لا كروند بوست تاعنا بارد المركزي. فوالا هنايا كلشي بدا لي هنا. توت ا كومونسي ايسي لا بلاس دو لا ريفوليسيون اون فاس دو نيل ريتس كارلتون. يعني اوني جوست ا كوتي دو نيل، لو نيل جوست دايير لوتيل. فوالا كلشي بدا لي هنا. توت ا كومونسي ايسي. فوالا اون فاس دو موزي. هنايا الافلان دخلوا الافلان هنا في المتحف. فوالا سي لا بلاس ناتشوريل دو افلان. فوالا هنا المتحف هنايا، والثوره السلميه هنايا. فوالا دوكا دوكا، لازم الشعب الجزائري عمره ما يتقلق، وعمره ما يستعملش العنف. كيما البارح ربحنا ويعطيهم الصحه الفريق الوطني بالطريقه قانونية سلمية ديمقراطية حضارية، والصورة تاع الجزائر ولات ما شاء الله. هذه حاجة اللي تفرح، ورانا باغيين هذا الحراك هذا ما شاء الله يبقى كيما راه، مهما كان مهما كان يبقى كيما راه، والحمد لله. ودوكا دوكا فوالا، حبة حبة، ما تقلقوا ما والو. راكم تشوفوا سياحة حضارة، جزائريين راهم يجوا، جزائريين راهم يجوا، وراكم تشوفوا يجوا يزوروا متحف. شفتوا عائله جزائريه تجي هنايا في مصر تزور متحف هكا، كي يثقفوا يشوفوا حضاره تاع مصر تاع يا زمان. وشفتوا فرعون واش دار، واش كان عنده فرعون، واش صرالو طاح، فهمتوني ولا لا؟ هذه الرساله للحكام تاعنا. فرعون كان حاسب روحه، وشفتوا الحضاره اللي كانت عندهم وطاح، طيحوه. هذو الحكام تاعنا اللي بغاو يستعمروا الشعب تاعنا، راكم تعيوا في روحكم، اقراوا شويه التاريخ، اقراوا التاريخ تاع فرعون، وتشوفوا باللي اي واحد يطغى ربي سبحانه عز وجل، الله والله لا طيحوا يا ودي، والله لا طيحوا، والله بو قاعد، فهمتوني ولا لا؟
راكم تعيو في رواحكم، راكم تعيو في رواحكم. فوالا غادي خارج هنا من المتحف ونوري لكم لا بلاص دو لا ليبرتي دو لا ليبراسيون. السلام عليكم خويا، لاباس واش راك؟ لاباس تاكسي؟ لا لا الحمد لله راني نمشي برك على الاقدام. الله يحفظك خويا، يعطيك الصحة. فوالا دوكا دوكا، دونك سي ايسي كو توت ا كومونسي لا ريفوليسيون ايجيبسيان. الله يعاونك خويا، الله يعاونك. لا ريفوليسيون ايجيبسيان فوالا ا كومونسي ايسي، ريفوليسيون باسيفيك ما شاء الله. الشعب كان كيما الحراك الجزائري، يعني بداوها بطريقه سلميه قانونيه حضاريه ديمقراطيه، ومن بعد داروا بهم، داروا انتخابات. مرسي داها مسكين، ومن بعد داروا به، من بعد داروا به كيما محمد بوضياف الله يرحمه، 6 شهور قعدوا من بعد داروا به، داروا له ضربه خشينه. ما راناش باغيين باللي هذا الفيلم يتعاود، فهمتوني ولا لا؟ هذه هي بلاص دو لا ريفولوسيون. فوالا بارد المركزي، لا كروند بوست تاعنا كيما تشوفوا، تحرير. فوالا سي لو مو ماجيك، ليبراسيون، ليبرتي. فوالا الشعب المصري هنايا ثورة سلمية، قانونية، ديمقراطية، حضارية، والعالم كامل شافهم. ومرسي داها ومن بعد داروا له انقلاب. حنا ماناش باغيين باللي يديروا انقلاب في بلادنا، ديكوتينا من هذا الحكم العسكري. هذا العسكر نحترموه، بصح نحترموه كي يحمي الحدود، فهمتوني ولا لا؟ العسكر نحترموه. يا ودي لي صوم، راكم بارتو نتوما ولا كيفا؟ يا راكم بارتو، الله يحفظكم. تحيه الجزائر، تحيه الجزائريين، الحمد لله نتوما يا ودي تعرف بكم. شوفوا لي زاجعيه، راه بارتو لي زاجعيه، ها راه بارتو، الله يبارك. ها يا ودي راه بارتو، اي عاودي تحيه للزاميه. السلام عليكم، واش راكم؟ شوفوا الشعب تاعنا ما شاء الله، يعطيكم الصحه. ها شوفوا لي الزام، ها شوفوا لي الزام، هادو كاع جزائري ما شاء الله. ها شفتوا حضاريين، سلميين، قانونيين، ديمقراطيين. ها هذا هو الشعب الجزائري، يا في البريد المركزي هنا في القاهره. يولا باي فوتو ما شاء الله، استعرض بكم لي زاميا. فوالا هادو هما الجزائريين الغوم، الشبيبة الجزائرية. صافي بليزير، والله صافي بليزير، الله يحفظكم. تفاني روح معنا تفاني، كدير 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 بدبان. هيا هو يصورنا، هيا هاكم تشوفوا لي ترشيحية نورمال. هيا كاع صوروا تفاني، هيا بسم الله. فوالا صافي بليزير كي تشوفوا الشعب الجزائري ما شاء الله. هيا كلمة الشعب الجزائري، هيا كلمة. هيا قولوا فرحونا البارح الحمد لله، والعالم كامل استعرف بينا الحمد لله. والله يعطيكم الصحة، هيا نزيدوا التصوير. اروح زيد، الله يهنا، روح اروح مع لي الزام، اروح صحيتو، الله يحفظكم والله يعاونكم في الامان، ديركم مقبول ان شاء الله. صحيتو، ولا شفتوا لي زالجيريان راهم باختو الحمد لله. فوالا دوك نقدموا ساحة التحرير، لا ليبراسيون، بلاص دو لا ليبراسيون. هنايا اللي كلشي بدا في مصر. يعطيهم الصحة المصريين، بينوا العالم كامل باللي ما يبغوش الحقرة، ما يبغوش الديكتاتورية في هذاك الوقت تاع مبارك، فهمتوني ولا لا؟ وماتوا على بالكم، قتلوا شحال مساكن، ربي يرحمهم. مي كوميم جابوا صورة شابة تاع بلادهم في العالم كامل. فوالا لازم حنا ثاني ندرسوا واش صرا في مصر، لازم ندرسوا مليح واش صرا، وكيلعبوا بالشعب. ما راناش باغيين باللي هذا بن صالح هذا اللي بلع لنا الباب البارح، ما خلاش 100 ولا 300 جزائريين يدخلوا الملعب بالتعليمات. ما راناش باغيين باللي بدوي اللي زور 6 ملايين استمارات يلعب بينا ويديروا لنا كما داروا هنايا في مصر. والشعب فوطا على مرسي مسكين، ومن بعد واش داروا له؟ داروا له انقلاب، دخلوا الحبس وقتلوه في المحكمة مسكين، ربي يرحمه. ما راناش باغيين باللي هذا السيناريو يتعاود في بلادنا. راكم تشوفوا بعينيكم، تحرير تحرير تحرير. فوالا ليبراسيون ليبراسيون ليبراسيون، فوالا سيت ايسي، توت ا كومونسي ايسي، هذه البلاصة كاع عمروها بالشعب. فوالا بالطريقة السلمية، كيما البريد المركزي في الجزائر العاصمة، كيما في 48 ولاية يعطيهم الصحة. بارك الله فيهم. فوالا كلشي بدا لي هنا، راكم تشوفوا الاعلام المصري هنايا. فوالا هذه كاع البلاصات تعمرت بالشعب، مليون مصري خرج هنايا. وعلى بالكم بلادنا ماشي مليون برك،
40 مليون جزائريين خرجوا بالفد في فغيات يوم الصحة، وبينوا العالم كامل باللي ما شاء الله الشعب الجزائري. ولا صافي بليزير، صافي بليزير، صافي بليزير. وان شاء الله بلادنا، بلادنا تولي ان شاء الله ديمقراطية كما البارح ربحنا الكاس الافريقي. ان شاء الله نبينوا قدام العالم باللي الشعب الجزائري ديمقراطي، ويكون هو اول شعب في البلدان اللي فيها الاسلام، اللي فيهم الاسلام، لبلاد ديمقراطيه. والجيش يقعد في بلاصتو، حنا نحترموا الجيش بصح يقعد في بلاصتو. وهذو السراقين يخطونا، ماشي يديروا لنا الفيلم يقولوا دخلوا الحبس، وممكن حتى واحد يدخل الحبس. وعلى بالكم بها يا الشعب الجزائري، انا نعرف واحد اللي على باله بلي يدخل الحبس يهرب، ماشي يستنى في دارو حتى يعيطوا له بعد يدخل الحبس. هذه كاع ما تخش في الراس، هذه فهمتوني ولا لا؟ هذا فيلم، هذا سيناريو، هذا نهار اللي يديروا لايف في الحبس ونشوفوا حداد، نشوفوا ويحيى، نشوفوا سلال، نشوفوا وتقدروا، وتقدروا على بالكم جامي يدخلوا الحبس، بس على بالكم باللي هو لو كان يدخلوا الحبس يحكي كل شيء، يحكي لمن ذا اللي فيغمون تاع دراهم لبنان وامارات، فهمتوني ولا لا؟ هذا جامي يحوسوا ليه. وشاكيب خليل كيف كيف، والله هي رايحه كيما هاك. فوالا ان شاء الله نبينوا قدام العالم ان شاء الله باللي بلاد ديمقراطيه والشعب ديمقراطي وما يقبلش الحقره والديكتاتوريه في بلادنا. فوالا هذه هي الرساله تاعي تاع اليوم من القاهره، من ساحه التحرير، لا بلاص دو لا ليبراسيون هنا في القاهره. وتحيه الشعب الجزائري، الله يرحم الشهداء، وان شاء الله بلادنا نعطوا الصوره تاع بلادنا ما شاء الله في العالم. وشفتوا الجزائريين كي دايرين، كل عائله جزائريه، كل الشباب الجزائري فرحانين وراهم باغيين يعني يعيشوا في بلاد متقدمه مثقفه، ماشي بلاد اللي الحكام يكذبوا على الشعب ويسرقوا الشعب ويبيعوا ثروات الشركه اجنبيه كما توطال. على بالكم بلي هذا النظام فاسد، بد 50% من البترول تاع الجزائر كوبلي شركه فرنسيه توتال، في جهه يقولوا بلي راهم ضد فرنسا، وفي جهه اخرى واش يديروا؟ راهم يبدوا 50% من البترول تاع البلاد. وحنا كي درنا بودغول مكتوبه فيها توتال ديغاج في المكتب تاعنا في الجزائر، واش داروا؟ بدوي، هذا سرق تاع بدوي اللي سرق التليفون، تاع التعليمات الشرطه تاع بلادنا باه يقلعوا لا بودغول اللي مكتوبه فيها توتال ديغاج. حنا تشوفوا بلي الحركه رامي حكموا في بلادنا، والحركه حسبنا باللي راحوا في 62 ما زالوا في البلاد، وما زالوا هما رامي حكموا في البلاد، وهما اللي رامي يقولوا باللي ما يعطوش نكياز رشيد لا باسبور لا برمي لا اقامه لا كارطه تاع الفوت لا اعتماد، ورام دايرين مقاطعه اعلاميه بويكوت ميدياتيك. هنا تشوفوا باللي هذا نظام فاسد بعد شر، مصيبه طاحت علينا. وان شاء الله من القدام نبينوا العالم كامل بلي حنا رانا مع الحريه، مع القانون، مع الحضاره، ومع الديمقراطيه. فوالا بارك الله فيكم اون ديريكت دو لا بلاس دو لا ليبراسيون ايسي او كير. الله يرحم الشهداء وتحيه الجزائر، اي برافو انكور ا ليكيب ناسيونال كي كوم فو سافي كومبوزي اسونسيالمون دو بي ناسيونال. يعطيكم الصحه وتحيه الجزائر.